معلومة مجانية ترحب بكم، ونتمنى أن ينال المحتوى الذي نقدمه إعجابكم، ونتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نقدمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة معلومة مجانية، أهلا ومرحبا بكم معنا. النهاردة إن شاء الله هيكون معنا برنامجين، الاتنين الأندرويد هنشرحهم على السريع إن شاء الله. هيبقى فيهم إفادة كبيرة جدا لكل الناس اللي بتشتغل أندرويد، إن شاء الله يعجبكم بإذن الله. طيب نبدأ على السريع كده البرنامج الأولاني. هندخل هنا على البرنامج. اوكي نكست. اوكي نكست نكست كده الديسكتوب ده البرنامج الأول معانا. منتظر الشغل معايا، مفيش أسهل من كده، يعني البرنامج ده مفيش أسهل من كده. زي ما احنا شايفين كده البرنامج بيقول لك كنوات ده برنامج معانا بالشكل ده. هنا الريد انفو ده بيظهر لك بيانات الاندرويد زي ما انت شايف، وفي عندي داتا فيكتوري ريسيت لو حضرتك مثلا عايز تسترجع او الداتا اللي عندك اللي عملت لها ريسيت قبل كده، او عايز تمسح الداتا اللي موجوده في، يعني في هتلاقي فيها خواص كتير جدا. بيقول لك سكان كومبليت ده في سنوت فاوند، يعني الجهاز مش متوصل عشان اقدر اقدم لك الخدمه ديت. بيقول لك نوت ريموف لوك روت لو حضرتك عندك مشكلة في موضوع الروت، روت يعني مزهق كتير وبيطلع بشكل سخيف، إلى جانب إن هو حضرتك الروت ده بيتقل في الجهاز بشكل كبير جدا، وفي بعض الروت ما بيبقاش مظبوط، ده بيعمل لك مشاكل كتير جدا مع الأندرويد. فلو حضرتك عايز تشيل الروت ممكن تستخدم الأداة ديت، أداة بسيطة جدا وهتساعدك إن أنت تشيل الروت. اعتقد كل محلات الصيانه والكلام من ده بتحب الحاجات ديت، لانها بتبقى حل سريع جدا من غير ما تنزل اندرويد من جديد او تنزل نسخه سوفت من جديد، فدي بتبقى سريعه جدا. في ناس بتروح عشان موضوع الروت ده، الجهاز بيسخن بسرعه والجهاز بيتقل معاك وكلام من ده. وفي تانية برضو خاصيه تانية نوت لو انت عايز تشغل الروت او كلام من ده بتستخدم الخاصيه دي هنا. طبعا لازم جهازك يكون متوصل بايه، جهازك يكون متوصل باليو اس بي عشان الجهاز هنا يقدر يقراه. اول ما توصل الجهاز وتدي نوت ريد انفو هيجيب لك بيانات الجهاز كلها وتقدر تختار اللي انت عايزه. نفس البيانات تعتبر نفس الادوات برضو بشكل مختلف، هتقدر تستخدمها في الريكوفري واللي انت عايز تدلت او كلام من ده ماشي، هتقدر تستخدم برضو نفس القصه ديت الموجوده. طبعا احنا عارفين قصة الاف ار بي ديت، المشكلة اللي بتقابل ناس كتيرة جدا لما حضرتك بتيجي تخش نسخة الاندرويد وتلاقي مشاكل عند الدخول، بتلاقي مثلا في رسالة بتطلع لك وتقعد فترة قبل ما تقدر تحمل وكلام من ده، وبتطول كتير قبل ما تدخلك الجهاز وكلام من ده. ده دي خاصية يعني متخصصة في اجهزة سامسونج، سامسونج اف ار بي ريموف ديت هتمسح لك المشكلة دي بشكل كامل. سبيد اف ار بي ريموف فاست بوت. طب ديت بتعمل ايه؟ ديت المشكله نفسها الجهاز اللي هو بيقف على الرساله ديت وما بيرضاش ان هو يخش معاك البوت، يعني ما بيرضاش كمان ان هو يتحول لنسخه الاندرويد، وبيبقى مشكله بالنسبه لك. هو يفك لك المشكله ديت بحيث ان انت هتقدر تخش للجهاز بتاعك بشكل اسرع بكتير. يعني في بقى مشاكل متعدده يعني برضو خاصه برضو بالاف ار بي بس بطريقه تانية وبرضه بيحلها. وفي معانا ناولت الجهاز اللي هو ده اللي هو الجهاز اللينوفو ده، اعتقد جهاز تاني ماشي، ده اللينوفو نوت اف ار بي ده خاص باجهزه ايه، دي خاص باجهزه لينوفو بحيث ان حضرتك برضه بيأدي نفس الخدمه بس الاجهزه لينوفو، نفس الخدمه بس الاجهزه لينوفو. وبرضه هنا الاتش تي سي اف ار بي ريموف فاست بوت نفس القصه بس الاجهزه اتش تي سي. طبعا برنامج خفيف يعني الموضوع ما يستحقش حاجه خالص. لو جينا بصينا البرنامج هنا هنلاقي مساحه البرنامج كلها يعني ما كابتش 2 ميجا. 2 ميجا وهيكون عندك برنامج بالشكل ده حاجه تحفه بصراحه. يعني هتحتاجه سواء جبت جهاز بعد كده او عندك جهاز او حد من زمايلك عنده جهاز هيحتاجه بشكل كبير جدا. ده طبعا معلومات عن البرنامج. طب نيجي للبرنامج التاني على السريع. البرنامج التاني موجود معانا هنا،
بسيط جدا البرنامج، مش محتاج اي حاجه. ده كل باسورد. لو حضرتك عندك باسورد عملته ونسيت الباسورد او كلام من ده، وعايز تشيل الباسورد اللي انت عملته عشان تقدر تخش الجهاز او كلام من ده، هو هنا بيشيل لك الباسورد، بتضغط على كل باسورد تديله يس، يبدا بعد كده يقول لك موديل يعني تختار بس رقم واحد عشان تختار الموديل. لو انت حضرتك عندك مشكله في الباص بتديله باسورد ريموفر. حضرتك انا نسيت الباسورد بتاعي عايز اشيل الباسورد ده، بديله باسورد ريموفر. لو انا عايز اطفي الجهاز بدي رقم 5 باور اوف مثلا، يعني اختيارات كتير جدا. ريبوت دايفيس لو انا عايز اعمل مثلا اقفل الدايفيس اللي مفتوح مثلا او كلام من ده، او بدي 6 اكزايت او كلام من ده، ماشي. فاختياراتك موجوده قدامك، تقدر تستخدمها زي ما انت عايز، ماشي. موديل شيكر زي ما انت شايف، هي نفس القصة برضو. من هنا بتقدر تشيل الباص اللي انت عامله رقم 3، نفس القصة بالظبط، ما فيهاش حاجة، ما فيهاش جديد يعني. فهو برنامج بسيط جدا جدا جدا. طب هنتكلم، لو اتكلمنا مثلا هنا بيطلب مني مثلا تسريب اداء او انستل اداء عشان تشتغل، لان كنت مسطبه قبل كده وشلته وركبته من جديد. فاحيانا بتحصل بعض المشاكل لما بتشيل برنامج وترجع تسطبه من جديد وكده. لو جينا بصينا مثلا للحجم مثلا بتاع التاني هنا، هتلاقي مثلا المساحة بتاعته 13.5 ميجا، يعني مش المساحة اللي انت تقلق منها او تقول ان هي مساحة كبيرة ممكن تسبب لك مشكلة او كلام من ده. برنامجين بساط جدا هيفيدوا كل اصحاب محلات الصيانة، هيفيدوا اي شخص بيحب ان هو ينوع في الاجهزة، هيفيد اي شخص عنده اصدقاء كتير محتاجين المساعدة في اي وقت عشان يقدر يحل مشكلة جهازه. بتمنى اكون اضفت لكم شيء جديد. بتمنى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، اللايك، وان شاء الله باذن الله هتلاقي الرابط تحت الفيديو. الرابط ده بيحولك لموقعنا، عن طريقه هتقدر تحمل كل اللي انت عايزه ان شاء الله. هتلاقي برنامجين موجود وهتقدر تحمله بمنتهى البساطه. بتمنى اكون اضفت لكم شيء جديد النهارده، وان شاء الله نلتقي دايما على خير باذن الله، والى اللقاء.